مختصر البصائر طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 480، رقم الحديث 530، عن عباية، قال: سمعت عليا، وعباية هذا من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال: سمعت عليا يقول: أنا سيد الشيب وفي سنة من أيوب، من أيوب النبي، وفي سنة من أيوب، والله ليجمعن الله لي أهلي كما جمعوا ليعقوب. في الدولة العلوية الكبرى سيجتمعون جميعا، وعلي صلوات الله وسلامه عليه ستكون له كرات وكرات مع كراتهم في زمان رجعتهم الذي يبدأ بعد انتهاء عصر الكرة الحسينية الأولى، وينتهي بانتهاء العصر القائمي الأول. فالأمير تكون له كرات مع كرات أبنائه المعصومين، وسيجتمعون جميعا في الدولة العلوية الكبرى. الرواية تشير إلى هذا المضمون. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ أنا سيد الشيب. الشيب جمع لشائب، جمع لشايب، يقال شائب ويقال شايب، والشائب والشايب هو الذي ابيض شعره. تحول شعره الأسود إلى شعر أبيض، هذا هو الشائب الذي كثر شيبه، والشيب هو الشعر الأبيض. أنا سيد الشيب، هذا التعبير يأتي منسجما مع التعبير عن الحسن والحسين من أنهما سيدا شباب أهل الجنة، هما سيدا الشباب في الجنة وفي غير الجنة. أنا سيد الشيب، أنا سيد الشيوخ. لماذا استعمل الإمام هذا الوصف؟ لأنه يريد أن يقول: من أنني أنا كبير أهلي، كبير قومي، أنا عظيمهم، وسيجتمعون لي ويجتمعون معي في عصر الرجعة العظيمة. أنا سيد الشيب
وفي سنة من أيوب. ما هي السنة من أيوب في أمير المؤمنين؟ ماذا نقرأ في حال أيوب في الكتاب الكريم؟ إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنبياء وإلى الآية 83 بعد البسملة وما بعدها، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قصة أيوب معروفة لديكم بالإجمال، بلاء عظيم، خسر أهله، عياله، أولاده، أمواله، خسر كل شيء وصحته، ابتلي ذلك البلاء الذي حدثتنا الآيات والروايات عنه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. عائلته ماتت باستثناء زوجته، عائلته كانت عائلة كبيرة، ماتوا جميعا، مات جميع أفراد أسرته، لم تبق معه إلا زوجته. فلما كشف عنه البلاء أرجع الله أفراد أسرته وأرجع غيرهم أيضا، وعاشوا طويلا، وعاش أيوب النبي مع أسرته طويلا. في سورة صاد في الآية 41 بعد البسملة وما بعدها، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، ما المراد من الآية؟ سأعود إلى تفسيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مثلما بايعنا في بيعة الغدير يجب علينا أن نأخذ تفسير قرآنهم من علي وآل علي فقط، لا أن نأخذ التفسير من نواصب السخيفة ولا من نواصب النجف، فهؤلاء يفسرون وفقا للمنهج العمري، أعني نواصب السخيفة ونواصب النجف كذلك، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، أتحدث عن حوزة الطوسي التي تأسست في النجف منذ سنة
448 وهي تنقض بيعة الغدير في كل ثانية من ثواني عمرها وتأريخها إلى هذه اللحظة. هذا تفسير القمي وطبعة مؤسسة الأعلمي. وتفسير القمي جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية عنهم صلوات الله عليه. صفحة 583 ما يرتبط بالآيات التي جاءت في سورة صاد، والرواية طويلة بدأت في صفحة 582 بسند القمي عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، موطن الحاجة هنا. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ فرد الله عليه أهله الذين ماتوا قبل البلاء. أهله الذين ماتوا قبل البلاء من هم؟ أبوه، أمه، سائر أهله. ورد عليه أهله الذين ماتوا بعدما أصابه البلاء من ولده وبناته وسائر أفراد أسرته. إنها الرجعة، الرجعة في حياة نبي من الأنبياء. الإمام الصادق يقول كلهم أحياهم الله تعالى فعاشوا معه، فعاشوا مع النبي أيوب. أقرأ عليكم ماذا جاء في تفسير القمي عنهم، عن صادق العترة صلوات الله عليه. ثم قال ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ثم قال الله تعالى، قال الصادق فرد الله عليه على النبي أيوب، فرد الله عليه أهله الذين ماتوا قبل البلاء، ورد عليه أهله الذين ماتوا بعدما أصابه البلاء، كلهم أحياهم الله تعالى فعاشوا معه، كلهم، كل أهله، كل ذويه الذين ماتوا قبل البلاء والذين ماتوا بعد البلاء. واذكر عبدنا أيوب في سورة صاد إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول: أنا سيد الشيب، أنا الشيخ الكبير، أنا سيد الشيوخ. فهو يتحدث هنا عن كل أسرته من أبنائه الصلبيين ومن أبناء أبنائه، من أحفاده، من أسباطه. لذلك
استعمل هذا التعبير: أنا سيد الشيب وفي سنة من أيوب. وبعد ذلك يوضح لنا ما المراد من سنة أيوب. هل هو البلاء الذي نزل في أيوب؟ ووالله ليجمعن الله لي أهلي كما جمعوا ليعقوب. فهذه قرينة لبيان المراد من السنة التي فيه كسنة أيوب، إنها رجعة أسرته. والكلام واضح، الذين ماتوا من أهله من هم؟ أبو طالب صلوات الله عليه، فاطمة بنت أسد، أما الصديقة الكبرى ففي سنة أيوب زوجته حية. فاطمة لها الكرة والكرة مع علي. ماذا نقرأ في قرآنهم في سورة الرحمن في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان، ماذا يقولون في تفسيرهم في تأويلهم؟ علي وفاطمة بحران عميقان من العلم، لا يبغي أحدهما على الآخر، فعلي كفء فاطمة وفاطمة كفء علي. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بحران عميقان. هذه معارض كلامهم. أمير المؤمنين ليس محتاجا أن يتحدث عن سنة جرت في أيوب، هو يريد أن يوضح لنا المطالب، هو يريد أن يبين لنا تفاصيل من شؤون رجعاته وكراته. مثلما جعل النبي منزلة علي في حديث المنزلة كمنزلة هارون من موسى، فأين هارون من علي؟ بل أين موسى من علي؟ لكن هذه المعاني يؤتى بها وسيلة إيضاح، إنها أمثلة تقرب المعاني، والأمثلة تضرب ولا تقاس. فاطمة هي القيمة، ولست أنا الذي قلت وذلك دين القيمة، الذي قال ذلك هو الله سبحانه وتعالى في سورة البينة: وذلك دين القيمة، نسب الدين إلى القيمة. فحينما نسب الدين إلى القيمة وجعل الدين الذي هو دينه سبحانه وتعالى، جعل دينه دين القيمة، لا أستطيع أن أتصور وجود الدين من وجودها، خصوصا وأنها بهذه الصفة، بصفة القيمة. لو كان الوصف وذلك دين الطاهرة، وذلك دين العالمة، وذلك دين المعصومة،
وذلك دين الفاضلة. يمكننا أن نتصور وجود الدين على الأرض من دون وجودها على الأرض، لكن الدين حين أضيف إلى القيمة وقيد وجوده بقيمة فلا بد أن تكون القيمة موجودة. ماذا تقولون؟ قيمة، قيمة لا بد أن تكون قائمة موجودة مشرفة. كما قلت لكم، لو أن التعبير جاء هكذا: وذلك دين المعصومة، دين الطاهرة، دين العالمة، حتى لو جاء التعبير: وذلك دين فاطمة، وذلك دين الزهراء، يمكننا أن نتصور وجود الدين على الأرض من دون وجودها على الأرض، ولكن حين جاء التعبير: وذلك دين القيمة، لا نستطيع أن نتصور الدين كما يريده الله من دون وجود القيمة المشرفة عليه، وذلك دين القيمة. وزوجة أيوب كانت قيمة عليه، قيمة عليه في جهة صحته وشؤونه والإنفاق عليه. أنا لا أريد أن أذهب كثيرا في قصة أيوب، لكن اللقطة التي يشير إليها أمير المؤمنين هي رجوع الأموات من أسرته ومن عائلته، الذين ماتوا قبل البلاء والذين ماتوا بعد البلاء، رجعوا جميعا أحياء وعاشوا معه، وعاشوا لفترة طويلة، عاشوا مرفهين منعمين. مرج البحرين يلتقيان، علي وفاطمة بحران عميقان من العلم يلتقيان، يلتقيان في كل المقامات وفي كل الدرجات وفي كل المراتب وفي كل الكرات، فعلي كفء فاطمة وفاطمة كفء علي صلوات الله وسلامه عليهما. لو كان الحديث عن شأن الصديقة الكبرى في الرجعة لبسطت لكم القول، لكنني أشرت إشارة سريعة وأدع هذا إلى مناسبة أخرى. نذهب إلى فاصل. يا حسين عريض حسين يجروحك، يا حسين من غصب علي، يا حسين عريض حسين يجروحك، يا حسين من غصب علي، بعث بي وعراوي كبدتي بمعي العين، وابدي لبشي وادري الكهان جاشي من لك نصين، يا روح الزيتي وادري الكهان جاشي مديري لك نصين، يا روح الزيتي فجعت عيني
ريحت على غمره والماء كبدت كبديك ما علت ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. من هم هؤلاء الذين كفروا؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. من هم هؤلاء؟ هذا يعود بنا إلى سورة المائدة وإلى الآية 67 بعد البسملة، إنها آية الغدير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء هم الكافرون، وهذا الكفر هو ألعن الكفر في الكتاب الكريم. لماذا؟ لأن الآية قالت وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ماذا في الرسالة؟ التوحيد، النبوة، القرآن، كل تفاصيل القرآن، كل شيء في الرسالة. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالكفر ببيعة الغدير هو أشد من الكفر بالرسالة بكل تفاصيلها، أشد من الكفر بالتوحيد. الآية واضحة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما هو التوحيد؟ أول عنوان من عناوين الرسالة. فإن لم تكن بيعة الغدير فليس هناك من رسالة التي التوحيد جزء منها. سيكون حينئذ الكفر بالغدير أشد من الكفر بالتوحيد ومن الكفر بالرسالة بكل تفاصيلها من دون بيعة الغدير. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين كفروا ببيعة الغدير هؤلاء هم الذين تتحدث هذه الآية عنهم، بل كل القرآن حينما يتحدث عن الكافرين فإنه يتحدث بالدرجة الأولى عن أولئك الذين كفروا ببيعة الغدير. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ماذا جاء في أحاديثهم
ماذا جاء في تفسيرهم؟ الذي بايعنا عليه في الغدير. وهنا أعلن براءتي من تفاسير نواصب السقيفة، وأعلن براءتي من تفاسير نواصب النجف، ابتداء من تبيان الطوسي وانتهاء بأي شيء صدر من النجف، من مراجع النجف وكربلاء في تفسير القرآن، وصدر من خطبائهم السفهاء الذين يفسرون القرآن بتفسير الفخر الرازي وأمثاله. ماذا جاء في حديثهم؟ إنني أقرأ عليكم من مختصر البصائر بحسب الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة 89 من حديث طويل. بدأ هذا الحديث في الصفحة 87، إنه الحديث 55 بسنده عن جابر الجعفي عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن يقول الحديث: قال جابر الجعفي، إنه صاحب أسرار الرجعة، قال جابر: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه، قال أمير المؤمنين: صلوات وسلام بلا انقطاع على سيد الأوصياء. قال أمير المؤمنين في قول الله عز وجل، الآية التي قرأتها عليكم من سورة الحجر، إنها الآية 2 بعد البسملة: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. والآية التي بعدها وهي 3 بعد البسملة من سورة الحجر: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ماذا قال سيد الأوصياء في هذه الآية؟ قال: هو أنا إذا خرجت أنا وشيعتي في كرة من كراته. ما عنواننا؟ رجعة الأئمة. وأبرز رجعات الأئمة هي رجعات سيد الأوصياء. لذا فإنني أخذ لكم لقطات من رجعاته صلوات الله وسلامه عليه. ما حدثتكم به قبل قليل من كلام أمير المؤمنين فيما يرتبط بسنة أيوب النبي التي تجري فيه صلوات الله عليه، يرتبط بالدولة العلوية الكبرى، لكنني أردت أن أشير إلى رجعة الصديقة الكبرى. وحين أقول أشير إلى رجعتها، لأن الكلام عن رجعة الأئمة هي قائمة موجودة، وإنما أتحدث عن رجعتها باعتبار أنني أتحدث عن رجعة الأئمة، وهي أحد أئمة الأئمة الثلاث. نحن عندنا وهي أحد أئمة الأئمة الثلاثة، نحن عندنا 3 أئمة للأئمة،
محمد وعلي وفاطمة، وفاطمة هي القيمة على طول الخط، هي القيمة في كل الكرات والرجعات. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الأمير يقول: هو أنا إذا خرجت أنا وشيعتي، وخرج عثمان بن عفان وشيعته، ونقتل بني أمية. فعثمان هو عنوان لبني أمية، ونقتل بني أمية. فعندها يود الذين كفروا، كفروا بأي شيء؟ ببيعة الغدير. فعندها يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إنها لقطات وصور واضحة، وواضحة جدا، من رجعات علي، ومن كرات علي، ومن لقطات المقطع الزماني في عصر الرجعة العظيمة الذي ستتحقق فيه رجعة الأئمة. كلهم سيعودون، سيعودون إماما إماما. فاطمة هي القيمة، وعلي له كرة وكرة، ورجعة ورجعة. وكراته قد يكون عامة الناس ملتفتين إليها، وقد لا يكونون كذلك، إنما خواص شيعته هم الذين يلتفتون إلى ذلك، قطعا أهل بيته في رأس القائمة. آخر رجعة في هذا العصر هي رجعة إمام زماننا، إنه العصر القائمي الثاني، وسيمتد طويلا. سيمتد العصر القائمي الثاني، سيمتد طويلا. ماذا نقرأ في زيارات إمام زماننا في مفاتيح الجنان؟ أتمنى عليكم أن تلتفتوا بدقة وعناية لما سأقرأه عليكم في هذا النص وفي النصوص التي تليه. الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان، الكتاب المتوفر في بيوتكم، وهذه الزيارة زيارة صاحب الأمر التي أولها: السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. ماذا نقرأ فيها؟ أتمنى أن تدققوا النظر معي. مولاي، الخطاب مع صاحب الأمر، مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك، أن أموت في هذه اللحظة، أن أموت يوم غد قبل ظهور إمام زماننا. هكذا يقرأ الزائر في هذه الزيارة الشريفة: مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك. الظهور هنا والحديث هنا عن العصر القائمي الأول الذي مر الكلام عنه. العصر القائمي الأول بدايته من يوم الخلاص
من يوم الظهور الشريف، حيث يكون الإعلان من مكة من عند الركن والمقام: مولاي فإن أدرك مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي كرة، أنا سأكون من أصحاب الكرة متى؟ في ظهوره. هذه لقطات من الرجعة العجيبة، إنها رجعة الشيعة زمان ظهور إمامنا في العصر القائمي الأول. الرجعة العظيمة هي رجعتهم، والرجعة العجيبة هي رجعة شيعتهم. وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي، إنه الثأر الحسيني في مرحلته الأولى. لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي، هذا هو الثأر الحسيني في المرحلة الأولى في العصر القائمي الأول قبل الكرة الحسينية الأولى، مر الحديث عن هذا. فالزيارة تتحدث في هذه المضامين. ماذا جاء فيها؟ مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي أنا وأن يجعل لي كرة في ظهورك، ليس في كرتك، كرة في ظهورك، ورجعة لي أنا في أيامك، في أيام العصر القائمي الأول، لأبلغ من طاعتك مرادي إلى آخر الزيارة الشريفة. هذا ما جاء في هذه الزيارة. ماذا جاء في زيارة السرداب الشريف، وهي زيارة لإمام زماننا أيضا، لكنها تكون عن قرب حينما نذهب لزيارة السرداب المبارك في سامراء؟ هذا هو مصباح الزائر للسيد ابن طاووس، وهو كتاب معروف من كتب الزيارات، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، الطبعة الأولى 1417 هجري قمري. السيد ابن طاووس متوفى سنة 664. إنني أتحدث عن السيد رضي الدين ابن طاووس، فنحن عندنا جمال الدين ابن طاووس، وعندنا غياث الدين ابن طاووس، وعندنا غيره. إنني أتحدث عن السيد رضي الدين ابن طاووس، إنه صاحب كتب الأدعية والزيارات، مصباح الزائر. ماذا نقرأ في صفحة 424 من زيارة طويلة تبدأ في صفحة 418: فامض إلى السرداب المقدس وقف على بابه وقل، إلى بقية الطقوس والتفاصيل
في زيارة إمام زماننا. نقرأ في صفحة 424 من هذه الزيارة: ووفقني يا ربي للقيام بطاعته والمثوى في خدمته. الضمير يعود على الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. ووفقني يا ربي للقيام بطاعته والمثوى في خدمته والمكث في دولته واجتناب معصيته. فإن توفيتني اللهم قبل ذلك، فاجعلني يا ربي في من يكر في رجعته. هذا دعاء لكي نكر في العصر القائمي الثاني. قارنوا بين ما قرأته عليكم من الزيارة التي قرأتها عليكم من مفاتيح الجنان، وأن يجعل لي كرة في ظهورك يا صاحب الأمر ورجعة في أيامك. أن يجعل لي كرة أنا في ظهورك. متى؟ فإن أدركني الموت قبل ظهورك، فإنني أتوجه إلى الله بالدعاء وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك. بينما هنا: فاجعلني يا ربي في من يكر في رجعته ويملك في دولته ويتمكن في أيامه ويستظل تحت أعلامه. الدعاء هنا يتحدث عن العصر القائمي الثاني. فإن توفيتني اللهم قبل ذلك، فاجعلني يا ربي في من يكر في رجعته ويملك في دولته. فإن توفيتني قبل ظهوره، فهنا الداعي لا يدعو برجعة في العصر القائمي الأول، وإنما يدعو برجعة في العصر القائمي الثاني. لماذا؟ لأن العصر القائمي الثاني سيكون أطول وأطول وأطول. هذا لا يعني أن الراجعين جميعا سيكونون بنفس عمر الإمام صلوات الله عليه، وإنما أجيال تموت وأجيال تأتي، قد تطول الأعمار وتطول الأعمار كثيرا، لكن هذا لا يعني أن الراجعين ستكون أعمارهم كأعمار الأئمة في فترات رجعاتهم وكراتهم. أعود إلى مفاتيح الجنان وإلى الصلاة المندوبة التي يستحب أن تصلى في يوم دحو الأرض، وهو 25 من شهر ذي القعدة. اليوم 25 من شهر ذي القعدة معروف في ثقافتنا الدينية
الشيعية من أنه يوم دحو الأرض يستحب صيامه. هناك أعمال من جملة الطقوس والأعمال صلاة تؤدى في يوم دحو الأرض مذكورة في مفاتيح الجنان. عودوا إلى هذا العنوان أعمال شهر ذي القعدة. هناك دعاء يقرأ بعد التسليم، ماذا جاء في هذا الدعاء؟ أتمنى عليكم أن تلتفتوا إلى عبائره. مر علينا في الحلقة الماضية من أن حوض الكوثر موجود في الدنيا قطعا في مرتبة من مراتبه، فحوض الكوثر سيكون أيضا في عرصات القيامة الكبرى، وهو موقف من مواقف القيامة الكبرى، موقف الورود، الورود على الحوض، موقف الورود، موقف الورود، موقف الورود هو ورود على حوض الكوثر، ورود على محمد وعلي على حوض كوثرهم. ولكن في الدنيا في عصر الرجعة العظيمة سيتجلى حوض الكوثر في زمان الدولة العلوية الكبرى. مر هذا علينا في الحلقة الماضية. ماذا نقرأ في الدعاء الذي يقرأ بعد التسليم من الصلاة المندوبة في يوم دحو الأرض؟ اللهم وأوردني حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله واسقني منه مشربا رويا سائغا هنيئا لا أظمأ بعده ولا أحلأ ورده ولا عنه أذاد. من هو الذائد؟ مرت علينا الرواية حينما سأل عامر بن واثلة أبا الطفيل، حينما سأل عامر بن واثلة أبو الطفيل أمير المؤمنين عن حوض رسول الله أين هو، فقال هو موجود في الدنيا. وحينما سأله من الذائد عليه، من الذائد عنه، فأشار أمير المؤمنين قال أنا الذي أذود عنه بيدي هذه. اللهم وأوردني حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله واسقني منه مشربا رويا سائغا هنيئا لا أظمأ بعده ولا أحلأ ورده، لا أحلأ لا أمنع لا أطرد، ولا عنه أذاد، واجعله لي خير زاد. هذا يعني أنه سيكون في الدنيا، سيكون خير زاد له يحمله معه إلى القيامة. فالزاد يكون في الدنيا. أتذكر بيتين بحسب ما عندنا من الأخبار كتبهما أمير المؤمنين على كفن سلمان حينما جاءه من المدينة إلى المدائن ودفنه، فكتب بيتين على كفن سلمان: وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. فالزاد يحمل من هذه الدنيا
تزودوا تزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا المضمون يتردد في كلمات نبينا وكلمات أئمتنا، تزودوا تزودوا. آه 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 من بعد السفر وطول الطريق وقلة الزاد. آه آه كلمات الأمير. هذه المضامين واضحة جدا، وهذه التعابير بينة جدا. فالزاد ينتمي إلى الدنيا، إن كان في عصر الغيبة، إن كان ذلك في عصر الظهور، إن كان في عصر الرجعة، حتى لو كان في عصر جنة الدنيا في زمان الدولة المحمدية العظمى، فإن الناس يتزودون هنا في هذه الدار، هذه دار التزود. وأفضل زاد خدمة إمام زماننا. لو لم يكن هذا صحيحا لما قال إمامنا الصادق: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذه كلمة إمامنا الصادق بحاجة أن نتذكرها دائما. لو أدركته، لو أدركت القائم لخدمته أيام حياتي. خير الزاد خدمة صاحب الأمر، ولن نستطيع أن نخدم صاحب الأمر من دون أن تكون العقيدة السليمة قد استقرت في عقولنا وقلوبنا. عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك، وبعد ذلك عودوا إلى هذه الحلقات، إلى حلقاتي هذا هو الحسين. هذه هي العقيدة السليمة. يمازج العقيدة السليمة في القلوب ومع القلوب. إنه الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وزيارة من بعيد. إذا أردتم أن تزوروا الحسين من بعيد فقولوا ثلاثا: وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. أعود إلى الدعاء الذي بين يدي: اللهم وأوردني حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله، واسقني منه مشربا رويا سائغا هنيئا، لا أظمأ بعده ولا أحلأ ورده ولا عنه أذاد، واجعله لي خير زاد وأوفى ميعاد. وأوفى ميعاد، الميعاد هو الملتقى في عرصات القيامة. وأوفى ميعاد، الدعاء يتحدث عن الدنيا، فإننا نبحث عن زاد هنا ونبحث عن ميعاد يكون جميلا، عن ميعاد يكون مريحا. وأوفى ميعاد، واجعله لي خير زاد وأوفى ميعاد يوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد، هذا هو يوم القيامة بالضبط، مثلما جاء التعبير في سورة غافر في الآية 51 بعد البسملة، وقد قرأتها عليكم فيما مر علينا من الحلقات: إنا لننصر رسلنا
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في الحياة الدنيا في الرجعة ويوم يقوم الأشهاد في القيامة. التعابير هي التعابير، قرآنهم حديثهم مثلما وعدتكم لن أخرجكم من سياج ثقافة مثلما وعدتكم لن أخرجكم من سياج ثقافة الكتاب والعترة. واجعله لي خير زاد وأوفى ميعاد، متى؟ يوم يقوم الأشهاد. فالدعاء هنا يتحدث عن الرجعة، لكنكم لا تفقهون المعاني. لماذا؟ لأنكم لستم من شيعة علي وآل علي. لو كنتم من شيعة علي وآل علي لتثقفتم بثقافة بيعة الغدير، ولفهمتم هذه المضامين، لكنكم ثقفتم بثقافة النواصب. لماذا؟ لأنكم شيعة المراجع، ومراجع النجف وكربلاء هم نواصب الشيعة، هكذا يصفهم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والدليل هو هذا. عودوا إلى أصحاب العمائم وسلوهم عن مضامين هذه الأدعية، لا يفقهونها، لا يعرفون أسرارها، لا علاقة لهم بثقافة العترة لا من قريب ولا من بعيد. ثقافتهم قمامة ناصبية، رؤوسهم مشحونة بقذارات النواصب. المشكلة رؤوس المراجع، رؤوس المراجع هي التي ملئت بقمامة النواصب، وهم يفرغون هذه القمامة في رؤوس وكلائهم وخطبائهم وأتباعهم ومقلديهم، ومن قمامة إلى قمامة، ومن مزبلة إلى مزبلة. هذا هو واقع مراجع النجف وكربلاء، وواقع حوزة النجف، وواقع الشيعة عموما، وواقعكم أنتم الذين تسمون أنفسكم خداما للحسين. ما هي هذه الأدعية لعامة الشيعة؟ فهل أن الأئمة يقدمون لشيعتهم أدعية لا يستطيعون فهمها؟ أبدا، لأنهم هم الذين قالوا لنا ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. كيف يتحقق التدبر من دون أن تكون ثقافة عامة متوفرة بين الشيعة؟ لكننا ماذا نصنع للطوس وحوزته الناصبية التي نشرت ثقافة ناصبية، وهم أنفسهم مراجعكم الذين تقلدونهم وحق الحسين لا يفقهون هذه الأدعية ولا يعرفون مضامينها؟ وإنني أقول ذلك عن يقين قطعي. لماذا؟ لأنهم لا يفقهون شيئا من ثقافة العترة الطاهرة، ولو كان عندهم شيء لبان، لو كان لبان، لبان في كتبهم، لبان في دروسهم، لبان في أحاديثهم، لبان على ألسنة وكلائهم، لبان على ألسنة خطبائهم، لظهر في برامج فضائياتهم. فلماذا كل الذي يظهر منهم وينضح عنهم، كل الذي يأتينا منهم قذارة في قذارة في قذارة، قمامة في قمامة في قمامة، هي أبعد ما تكون عن ثقافة الكتاب والعترة؟ هذا هو الموجود في حوزة النجف وفي كتبهم وفي دروسهم وفي مناهجهم وفي فضائياتهم وفي كل شأن من شؤونهم. أعيد قراءة هذا المقطع من الدعاء الشريف: اللهم وأوردني حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله،
واسقني منه مشربا رويا سائغا هنيئا، لا أظمأ بعده ولا أحلأ ورده ولا عنه أذات، واجعله لي خير زاد وأوفى ميعاد يوم يقوم الأشهاد. فهذا الزاد نأتي به من دنيانا، وهذا الميعاد نأخذه وقتا وميعادا من دنيانا، إلى أن يقول الدعاء: اللهم وعجل فرج أوليائك واردد عليهم مظالمهم وأظهر بالحق قائمهم. الحديث عن العصر القائمي الأول. اللهم وعجل فرج أوليائك واردد عليهم مظالمهم وأظهر بالحق قائمهم، واجعله لدينك منتصرا وبأمرك في أعدائك مؤتمرا. إنه العصر القائمي الأول، ولكن الدعاء بعد ذلك ينتقل إلى العصر القائمي الثاني. اللهم صلي عليه وعلى جميع آبائه واجعلنا من صحبه وأسرته وابعثنا في كرته. هذه كرة، تقدم الحديث عن ظهور وأظهر بالحق قائمه. انتقل الحديث إلى العصر القائمي الثاني. تلاحظون كم للرجعة من مدخلية في الآيات وفهمها، وفي الأدعية وفهمها، وفي الزيارات وفهمها. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ هذا يعني أن من دون عقيدة الرجعة لا خير فيها، وأن قراءة الأدعية والزيارات من دون عقيدة الرجعة لا خير فيها، لا تستطيعون أن تتدبروا فيها بشكل صحيح. والعبادات لا خير فيها باطلة من دون عقيدة الرجعة. ومر علينا أن عقيدة الرجعة في صلواتنا الواجبة اليومية تبدأ من تكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم. مر كل هذا علينا في الحلقات المتقدمة. اللهم صلي عليه، على الحجة ابن الحسن، وعلى جميع آبائه الذين رجعوا وكروا في رجعاتهم وكراتهم قبل رجعته وكرته. اللهم صلي عليه وعلى جميع آبائه واجعلنا من صحبه وأسرته وابعثنا في كرته، حتى نكون في زمانه من أعوانه في العصر القائمي الثاني. اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه. رجع الدعاء إلى العصر القائمي الأول. وصلي عليه واردد إلينا سلامه، واردد إلينا سلامه في عصر الغيبة، واردد إلينا سلامه. الكلام هنا عن عصر الغيبة، فالترتيب في هذه العبائر بدأ بالعصر القائمي الثاني، ثم انتقل الكلام إلى العصر القائمي الأول، ثم إلى الغيبة. اللهم صلي عليه وعلى جميع آبائه واجعلنا من صحبه وأسرته وابعثنا في كرته،
حتى نكون في زمانه من أعوانه. هذا العصر القائمي الثاني. اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه. هذا العصر القائمي الأول الظهور، وصلي عليه واردد إلينا سلامه. هذا هو عصر الغيبة، لأننا في العصر القائمي الأول سنشهد أيامه وسندرك قيامه فنكون على مقربة منه. أما في عصر الغيبة فإننا لا نستطيع أن نسلم عليه بشكل مباشر. وصلي عليه واردد إلينا سلامه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. هذا ما جاء في الدعاء الذي يقرأ عقيب تسليم الصلاة المندوبة في يوم دحو الأرض. تلاحظون أن الرجعة وأن الحديث عن الكرة في كل جنبات ديننا. هؤلاء المراجع الأغبياء والوكلاء الثولان والخطباء السفهاء هم الذين لا يعرفون موقع عقيدة الرجعة في دين محمد وآل محمد. لماذا؟ لأنهم ليسوا على دين محمد وآل محمد، وإنما هم على دين الطوسي وأهل الطوسي، على دين الخوئي وآل الخوئي، على دين السيستاني وأهل السيستاني، ما هم على دين محمد وآل محمد. هذا دين الشوافع ودين المعتزلة، هذا دين سيد قطب، هذا دين الفخر الرازي الذي ربكم عليه الوائلي. هذا هو واقعنا الشيعي. أما تربية أئمتنا فهي هذه، هذه آياتهم من قرآنهم بتفسيرهم، وهذه زياراتهم، وهذه أدعيتهم وصلواتهم وعباداتهم. فهذا الدعاء الذي قرأت عليكم، ما قرأت من هو جزء من صلاة مندوبة في يوم دحو الأرض. نذهب إلى فاصل.